بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزوف اللوان، تحية لكل مشتركي القناة. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد كما عودناكم دائما، أخبار المنتخب الوطني وأخبار اللاعبين المحترفين. اليوم راح نتكلموا على اللاعب أوندي ديلار، لاعب مونبيلي، لاعب الدولية الجزائري اللي راها مع المنتخب الوطني في التربص في قطر لتحضير اللي كان مصر 2019. كما عرفوا قبل ما كانش مستدعى، كان في القائمة الموسعة أوندي ديلار بعد الاجراءات تاع تغيير الجنسيه لأوندي ديلور والحديثه تاع بالقبله. جمل بالماضي يستدعي أوندي ديلور الالتحاق بالمنتخب الوطني. اللاعب التحق بالمنتخب الوطني، شفنا تدريبات مع المنتخب الوطني، كثير اللي تكلموا على أوندي ديلور، وشفنا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو اللي انتشر تاع أوندي ديلور، الطريقه اللي تدرب بها أوندي ديلور. كثير من الجزائريين عجبهم أوندي ديلور وعجبهم الطريقة تاع أوندي ديلور، وشافوا الأهداف تاعو في البطولة الفرنسية اللي أهداف جميلة. اللاعب اللي مندفع، اللاعب اللي بمواصفات عالمية كما ذكرنا في فيديو سابق وتكلمنا عليه، وتكلمنا واش قدم الرصيد تاعو الإحصائية تاعو في البطولة الفرنسية هذا الموسم. هذا فيما يخص أوندي ديلور. راح نتكلموا والملاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي، وسؤال طرحوه سر اعجاب الجزائريين والجمهور الرياضي بأوندي ديلور، على الرغم في هذه الايام، على الرغم من وجود محرز، وجود بغداد بونجاح، وجود كثير من اللاعبين الممتازين، ياسين ابراهيمي منتخب، الا ان أوندي ديلور يختف الاضواء في المنتخب الوطني. هناك الكثير من الاشياء اللي خلات الجمهور الرياضي يتكلم على أوندي ديلور. الحاجه الاولى كما نعرفوا اللاعب الاصول تاعو، شوفوا الاب تاعو مكسيكي والام تاعو جزائريه، وين اول مره نصيبو لاعب من اصول من امريكا، من قاره امريكا، الاصل تاع الاب تاعو، دونك حاجه اللي بيزار. الحاجه الثانيه كما ذكرنا الفيديو تاع التدريبات تاع أوندي ديلور، ما شفناش لاعبين جزائريين يدربوا بهذيك الطريقه، اول مره شوفوا لاعب بمواصفات عالميه من حيث اللياقه البدنيه، من حيث لا تكنيك، من حيث الكثير من الاشياء. شفنا يدرب كثير من لي ديسبلين، شوفوا لو بوكس، شفنا كثير من الاشياء الرياضات يقوم بها اللاعب. ايضا الملفت ايضا للنظر هو الطريقه اللي يلعب بها أوندي ديلور، طريقه اللي طريقه المحارب، كما احنا الجزائريين والانسان اللي كومباتي والانسان اللي مد كل ما عنده في المنتخب الوطني، دونك راح يكون تدعيم كبير للمنتخب الوطني والجمهور الرياضي الجزائري. الشعب ذواق ويعرف كره القدم، ويعرف كما احنا شفنا الاول باللي هذا المهاجم راح يكون عنده كلمته مع المنتخب الوطني. ايضا الجمهور الرياضي يحس باللي هذا اللاعب صح عنده مؤهلات وقدرات اللي راح تخليه بلغ ممكن جدا في هذه كاس امم افريقيا، راح يكون اللاعب رقم واحد للجمهور الرياضي. نتمنى ان شاء الله التوفيق لأوندي ديلور المنتخب الوطني. ايضا أوندي ديلور كما ذكرنا عنده احصائيات هذا الموسم، احصائيات لبس بها في البطوله الفرنسيه اللي خلات الناس كثير يتبعوه ويتكلموا عليه. من بين الإحصائيات الملفتة أنه فاز في الكثير من الجوائز هذا الموسم، على غرار أحسن لاعب في فريق مونبيلي في الكثير من الأشهر. شفنا أيضا في الشهر الأخير كان هو اللي فاز بجائزة أحسن لاعب في مونبيلي، أيضا بجائزة أحسن لاعب لمونبيلي في الشهر، وأيضا أحسن لاعب في مونبيلي لهذا الموسم، وين الجماهير تاع مونبيلي اختارت أوندي ديلور احسن لاعب هذا الموسم في نادي مونبيلي. توجد ايضا جائزه ملفته للنظر اللي ما تكلموش عليها الصحفيين الجزائريين او حتى الجمهور الرياضي ما على بالوش بها، راح نتكلموا عليها، وهي انه أوندي ديلور هو اللاعب اللي في لي دويال لو ميور جوار في الشامبيونا دو فرانس في لي دويال مع لي ديفونسير، وين عنده 361 تدخل المدافعين في البطولة الفرنسية، وكان اللاعب الأول في البطولة الفرنسية اللي فاز بالكثير من الصراعات مع المدافعين. هذا يبين القوة تاع المهاجم الجزائري والطريقة اللي يلعب بها. أوندي ديلور هذا الموسم شارك في 35 مقابلة في البطولة الفرنسية، سجل 14 هدف، 7 تمريرات حاسمة،
وعنده ان طون دو جو صادير المقابلات اللي لعبهم، لعب حوالي 3500 دقيقة مع فريق مونبيي. كل هذه الإحصائيات تبين أن اللاعب أنه في فورمة عالية، وأنه هذا الموسم يعد من بين أحسن المواسم لأوندي ديلور. وبعد هذا الموسم شفنا قبل ما يلتحق بالمنتخب الوطني، فريق مونبيلي جدد عقد ويشتري عقد تاع أوندي ديلور إلى غاية 2023. دونك لاعب مهم في فريق مونبيلي اللي راح يكون إن شاء الله مع المنتخب الوطني ومع فريق مونبيلي راح يكون عنده شأن كبير إن شاء الله الموسم القادم. نتمنى التوفيق لأوندي ديلور والمنتخب الوطني. هذا فيما يخص الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله ما نكونش طولنا عليكم. تكلمنا بصفة عامة وبصفة خاصة وبصفة عامة على أوندي ديلور، وش قدم في هذا الموسم وش عنده في هذا الموسم، كم الإحصائية تكلمنا عليها. هذا فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم. شكرا على المتابعة. سلام.